اجي لك بقى في السؤال الشهير، هل يتأخر مارسيل كولر في تغييراته؟ هل أخطأ أو يخطئ مارسيل كولر في تأخير التغييرات؟ علما أن تغييراته النهاردة اللي جاءت متأخرة أيضا في الدقيقة 72 البداية بتاعتها أثمرت بنتائج رائعة جدا. أولا أنا بشوف أنه بيتأخر دقايق. يتأخر دقايق، يعني أنا بشوف أنه بعد دقيقة مثلا بعد 10 دقايق بس. 10 دقايق. يعني بعد أشوف الراجل أنه المفروض يبتدي آخر فرصة اللعيبة، أنا مديله أفكار وقعدت أشتغل معاه قبل الماتش وحضرته للمباراة دي بستين دقيقة. حلو. أكتر من كده يبقى كتير جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، قبل أروح بقى، هو عمل إيه بمنتهى البساطة؟ كولر معودنا دايما إن هو راجل مدرب ترينر كويس جدا. مش فرق بين الترينر والكوتش. ترينر الراجل بيعمل تمريرات كويسة جدا، بيحضر لعيبته كويس جدا، بيجهز لعيبته، بيعمل خطط قبل المباراة. إدارة المباريات مش ده دايما اللي كنا بنركز على الراجل بيدير بشكل جيد. لكن النهاردة رغم إنه بدأ بشكل غير جيد، راهن على كريم نيدفيد وخسر الرهان، الفرقه كانت خطوطها متباعده جدا، لكن تعال اقول لك هو عمل ايه في ادارته للمباراه والتغييرات. تغييره ايه اللي كان في الملعب والراجل ده نزله بناء على ايه؟ ولما نزله هشير لنقطه قالها خليفه على الاكسبكتد جولز والتحولات، رغم ان الاهلي برده ما طلعش لعب عالي من اول الدقيقه. انا اللي بكلمك عليه ده من اول الدقيقه 72 من ساعه التغييرات، الاهلي ما طلعش لعب عالي لكن قفل ملعبه وصلح ثغراته بالثلاث تغييرات اللي عملهم، وتعالى نجيبهم واحده واحده عشان الوقت. يلا بينا. اول تغييره هنتكلم عليها، والراجل عمل ثلاث تغييرات في نفس التوقيت. واجيبهم لك واحده واحده. اول تغييره كانت نزول عمر كمال عبد الواحد مكان بيرسي تاو اللي قلت لك استنزف بدنيا لانه كان بيعمل عمليه الضغط منفردا، وخطوط الاهلي متباعده اثرت على بيرسي تاو بشكل كبير، فالراجل مردود البدني خاصه على الصعيد الدفاعي قلت جدا لانه كان بيطلع يضغط عالي. بص ده الشغل اللي كان بيحصل طول المباراه في الجبهه بتاعت محمد هاني. في واحده قبل دي هتيجي بتاعه الشوط الاولاني والاختراقات اللي كان بيعملها مصطفى شلبي طول الوقت من الناحيه الشمال بتاعت الزمالك اليمين بتاعت النادي الاهلي. ادي الثانيه هنجيب لك الاولانيه بعد الاعاده اللي عدى مصطفى شلبي بواحد على واحد، لانه التفريغه اللي كان بيتكلم عليها شاكر من شويه هي اللي كانت بتدي الافضليه، بتودي اللعيب دايما واحد على واحد. بص هنا مفيش سبورت دايما لهاني، يا بتروح تعمل عليه دبل اب اتنين على واحد يا بيروح عليه واحد على واحد من لعيب قدراته. عمل مباراه كبيره النهارده مصطفى شلبي، فالراجل لما لقى ان الدنيا بايظه كده راح عامل التغييره بتاعه عمر كمال عبد الواحد. الزمالك لم يخترق الجبهه اليمنى بتاعه النادي الاهلي من الدقيقه 72 للدقيقه 97 ولا مره بعد التغييره دي. ليه؟ لان حط لعيب بيقدر يلعب باك ولعيب بيقدر يلعب جناح وبيقدر يعمل الدور الدفاعي. قفل الجبهه اليمين تماما بتاعه، وكمان كان الجبهه الشمال بتاعه الزمالك تعبت، قفل الجبهه اليمين تماما اللي فيها قبل ما تكمل التغييره الثانيه اللي فيها محمد هاني وفيها عمر كمال عبد الواحد، قفلت الجبهه الشمال بتاع نادي الزمالك. التغييره الثانيه، ايه المشاكل اللي كانت عند الاهلي في الشوط الاول؟ العمق عند الاهلي كان فيه مشكله كبيره جدا، عمليه البيلد اب والخروج بالكره تحت الضغط كان فيها مشكله كبيره جدا في الاهلي، كان بيلجأ للكرات الطوليه. رقم 3 اللعيب اللي بيقدر يغطي مساحات كبيره من الملعب ويرجع الكره او راجل ديستروير بالمعنى الكلاسيكي ما كانش موجود في غياب مروان. فتعال نشوف ابرز كره في المباراه توضح لك ده. دي كانت كره دي، العمق فاضي تماما لان الثلاثه راجعين فلات ندفد وعمر السوليه وامام عاشور، الثلاثه راجعين على خط واحد، فالمسافات بينهم فاضيه وظهرهم فاضي. الراجل مشي بالكره، ما يجيب لك الكره اللي اتقطعت مشيها على عدلتها هتيجي تاني بتاعت حسين، مشيها على عدلتها. لا هي نفس الكره، بص شوف الخط ده ماشي الراجل بالكره قد ايه، كل الحاج بيقابله الثلاثه على خط واحد وراجع معاهم محمد هاني على خط واحد، ما حدش بيقابله. الراجل رايح لان العمق مكشوف، اللعيب اللي بيحمي لك المنطقه دي دايما مروان مش موجود. ده الشكل اللي يقدر يعمله الزمالك. يعني خليفه كان بيتكلم يقول لك الزمالك شغال على الاطراف، لكن الاختراقات اللي كانت من العمق كانت خطيره جدا 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 على النادي الاهلي، زيها زي الاختراقات بتاع مصطفى شلبي. فعالج المشكله الاولانيه بتاعت الطرف اليمين بتاع الاهلي، عالج المشكله الثانيه بتاع الاختراقات، وده السبب الثاني لنزول مروان. وقف هنا ارجع تاني معلش، رجعها لي من الاول. هو كان في سبب يا جمال ان هو ما يلعبش من البدايه؟ لا ما كانش في اي سبب، هو مجازفه منه. انا سالت بعد المباراه تماما، محدش قال لي انه كان في اي سبب والراجل ما عندوش اي مشاكل طبيه. بص وقف هنا بقى، بص الراجل هنا بص على شماله مروان، رجع فريم كمان، بص هنا هيبص على شماله يشوف اللعيب اللي على شماله ده هيلحق ياخد الكره ولا هو اللي اقرب للكره عشان يروح ياخد السكند بول وما يكشفش ظهره. راح توقع السكند بول بمنتهى البساطه. الاهلي كان خسران كل الكرات الثانيه والكرات الثنائيه في غياب مروان عطيه، في وجود كريم. ده مش تقليلا من كريم لكنه مغامره خسرها كولر صلحها بوجود مروان. طيب روح كمل، وده الهدف الثاني، اصفرت عن الهدف الثاني للنادي الاهلي. التغييره الثالثه كانت نجم المباراه في وجهه نظري محمد مجدي قفشه. ليه نجم المباراه رغم ان اللي خد راجل المباراه امام عاشور؟ راجل نزل لعب 20 دقيقه او 25 دقيقه بالوقت بدل الضايع، لا رجع لي كره الاسيست عشان دي اهم من الجول بالنسبه لي، رجعها ثاني، رجع لا 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 من الاول، من الاول كمان فريمين من اولها خالص، فريمين بس اول ما يستلم.
بص يا كريم، بصت قفشه اللي رايح يستلم الكوره ووشه لمحمد هاني، دي الجون. الجون هي البصه دي بس، بس الاسكان اللي عمله قبل ما يرفع، لانه الطبيعي كهربا واقع وراه يا كريم. عمر كمال عبد الواحد اللي مكمل في الكوره فاتح ناحيه اليمين، وهاني مكمل ناحيه اليمين. الطبيعي لما يبص في ال 18 ما يلاقيش حد، فيضطر يقف ويحطها لمحمد هاني تاني. الاسكان برفعه الدماغ دي هي اللي خليته يروح عامل الكره، ثم دقه التمرير. الاثنين دول، والثالثه تحرك امام عاشور. لقطه المباراه بالنسبه لي كلها هي اللقطه دي، اللقطه بتاعت محمد مجدي قفشه، والكره الاخيره طبعا هي التسديده لكره الجول. فبالنسبه لي هو رجل المباراه. ثلاث تغييرات كوتشنج بالنسبه لي، طبعا في توفيق، لكن الراجل صلح كل غلطاته اللي عملها بثلاث تغييرات في الدقيقه 72. حلو.